السلام عليكم. انا والدة كنزي هي اتخطفت، بنتي ديت كانت مخطوفة من الساعة 10 الصبح، بنت جارتنا جت خدتها من الساعة 10 وقالت لي كنزي هتيجي معايا يا خالتي عشان خاطر اجيب حاجات، فخدتها وبعد نص ساعة جت لقيتها ايديها مليانة بالدم، وقالت لي الحقيني خطفوا كنزي وجريوا. بقول لها مين؟ قالت لي واحدة لابسة نقاب واحد راكب مكنة وخدوها ومشوا. رحت مكان الواقعة قعدت اجري ما لقيتش حاجة، وقعدت اصوت والناس اتلمت عليا وفضلت اجري والناس معايا، واتصلنا بالسعد شعيب، سعد شعيب وحمايه، واتصلوا بالمخبرين والمخبرين جت، واتصلوا برئيس المباحث هشام بيه، وفضلوا تبعوا الكاميرات لحد ما جابوا بنتي من الصبح للساعه 7 مساء. والام الطفله اللي هي خطفت بنتي اسمها هدى واتصلت بيا وقالت لي لو ما الحكومه اتدخلت مش هتشوفي بنتك تاني. وبعد ساعتين رنت عليا برضو وقالت لي لو ما مشيتيش الحكومه مش هتشوفي بنتك، وجهزي لي 1,000,000 جنيه بعد ساعتين هكلمك. بصراحه ربنا رئيس المباحث هشام بيه واللي معاه ما سكتوش، وقعدوا يدوروا وجابوا وفضلوا ماشيين ورا الكاميرات لحد ما جابوا اللي هي ام اللي هي خطفت بنتي ديت جارتنا، ومسكوهم وودوهم المركز وسلموني بنتي في قلب المركز. لا انا والدة كنزي دي اتخطفت. اهل اللي هم خطفوا بنتي كانوا بيدوروا معايا، ودي المصيبه اكبر ان هم كانوا معايا وهم خاطفين بنتي، واللي هي اللي كلمتني في التليفون ديت وهددتني كانت سايبه بنتي مع اخوها، وهو جه قعد يبحث عن اللي حصل عشان يروح يجلب اخته باللي حصل، وهم واخدين بنتي وخاطفينها. وفعلا انا اتصدمت بجد ان انا ان هي جارتي مش حد غريب، يعني جارتي عارفين يعني ايه الجار؟ يعني محدش يعمل لجار فعلا والله ولا اي حد تاني. وامنوا على اولادكم بالله عليكم، خلي بالكم من اولادكم.